مهما تعملي البكات هتعملها زي علاء؟ لا هتعملها انت بطريقتك. لا طبعا ده اللي خلينا نفتح الموضوع على فكره. انا بعمل بكاته بطريقه وده بيعمل بكاته، انت بتعمليها بطريقه ثانيه خالص جديده يعني. حلوه، انا هدوقها النهارده طبعا بالنسبه لي جديده، لان البكاته زي ما انت عارفه او الفول بكاته عامه بتاخد دقيق وتعفيره وتشويح وصوص مشروم والديماجلاس اللي هو الطبيعي. ما انا هعمل الصوص بعد كده بس عشان يبقى اخد من طعم الفراخ. تمام، انت عارفه ايه فكره الدقيق عامه ليه في البكاته عامه؟ ايه يعمل كوت بس؟ ده واحد يعمل قوام كويس في مع الزبده، فيعمل لك قوام تقدر تحط لو حتى حبه كريمه لباني او الدميلاس يهرب معاك كويس قوي. وناس كتير جدا بتعمل في البكاتا الفير او البتيلو بالاخص لما بتتشوح بيقع منها الدقيق، فالدقيق بيتلزع شويه، حط عليه بصلايه يبدا يتربط اكتر. حط عليه لو حطيت عليه حتى ميه مع الدقيق هتروح رابطه معاكي. اوكي، فممكن يطعم المستردة ده هنشوفه النهارده، هنشوفه هندوق.